السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية من قسم التحليلات المرضية الجامعة الإسلامية، أهلا وسهلا بكم. محاضرة جديدة من محاضرات الأحياء المجهرية النظري. محاضرتنا اليوم راح تتحدث عن جرام بوزيتيف رود بكتيريا كوراني بكتيريا، البكتيريا القضيبية الشكل أو المغزلية الموجبة لصبغة جرام، والتي تعرف بالكوراني بكتيريا الوتدية أو الخناق. كوراني بكتيريا عبارة عن بكتيريا اكتشفت في عام 1834 بواسطة عالم يدعى إدوارد كليبس وعالم آخر يدعى لفرانش لوفلر. طبعاً هاي البكتيريا تكون مرضية للإنسان، تسبب مرض يدعى بالدفترويد أو ما يعرف بالخناق. الكوراني بكتيريا تحتوي على ما يقارب 46 سبيشيز جنس، كلها أو جميعها تعرف بالكوراني بكتيريا. هذه الأجناس ممكن أن تتواجد في التربة وأيضاً تتواجد في المياه، وبعضها يكون residents أو reside يحدث في الجلد والميوكس ممبرين، الغشاء المخاطي للإنسان وأيضاً الحيوانات. كوراني بكتيريوم ديفثيريا is the major human pathogen in this genus. إحنا ذكرنا أن الكوراني بكتيريوم تحتوي على ما يقارب 46 species. واحدة من أهم السبيشيزات اللي تكون مرضية للإنسان هي الدفتيريا، البكتيريا الخناق، واللي تكون إصاباتها بالجهاز التنفسي. أما الأجناس اللي تكون نون باثوجينيك غير مرضية تدعى بالدفترويدز. نتعرف على أهم الصفات اللي تمتلكها الكوراني بكتيريا. الكوراني بكتيريا نجي للحجم مالتها، راح يكون سايز جدا صغيرة، small in size، non motile، غير متحركة، شكلها يكون غير منتظم، غير منتظمة الشكل، واللي نقصد به polymorphic، متعددة الأشكال. البكتيريا ممكن يكون شكلها club like أو club shape، swelled end but no spore. يكون شكلها عبارة عن شكل مغزلي حاوي على انتفاخ في نهاياته. هذا الانتفاخ راح نتعرف عليه ونتعرف على طريقة الكشف مالته. يختلف عن السبور. ممكن يكون شكلها سترايت مستقيم، وبعض الأحيان حاوي على كيرف، حاوي على منحني. البكتيريا تتخذ ترتيب الأحرف الصينية، نقول عليها Chinese letter، أو شكل الـ V أو الـ YI shape نتيجة مستوى الانقسام الخلوي للكوراني بكتيريا. الـ size 0.321 micrometer in diameter، بعض الأحيان توصل إلى 1.8 micrometer in length. البكتيريا حاوية على inclusion body، أجسام اجتمالية. هاي الأجسام الاجتمالية تعرف أيضا بالميتاكروماتيك جرانيول، حبيبات تحتوي على صبغات معدنية اللي هي قلنا عليها swelling، الانتفاخ اللي يكون في طرف جسم البكتيريا. هذا الانتفاخ أو هذه الانكلوجين بدي الأجسام الاجتمالية حاوية على inorganic phosphate، حاوية على مركب فوسفات لا عضوي اللي يدعى بالفولنتين. إلى فائدة بالنسبة للبكتيريا كخوازن أو مخازن للطاقة، نقول عليها energy reservoir، وأيضا تكون غير حاوية على غشاء. يمكن الكشف عن الجرانيول اللي هي الميتاكروماتيك جرانيول باستخدام صبغات متعددة.
ممكن نستخدم الميثيلين بلو، وأيضا عندنا صبغات مختلفة ممكن نستخدمها للكشف عن هذه الحبيبات. ممكن أن تظهر باللون الأحمر، يعني تأخذ اللون الأحمر هذه الجرانيول، أو ممكن تأخذ اللون البنفسجي، يعود اختلاف اللون إلى استخدام الصبغة في طريقة التصبيغ. أيضا من صفاتها الكوران بكتيريوم تكون إيروبيك بكتيريا، يعني تحتاج الأكسجين من أجل تمارس حياتها الطبيعية، وممكن تكون فاكولتيتيف أن إيروبيك اختيارية لا هوائية، يعني إذا تواجد الأكسجين البكتيريا راح تعيش، وأيضا إذا تواجدت الظروف لا هوائية يعني بوجود ثاني أكسيد الكربون أيضا راح تعيش لكن ما تستخدم الأكسجين. فاستيدوس يعني تحتاج إلى متطلبات غذائية صعبة، يعني ما ممكن أن تنمو على الجنرال ميديا، تحتاج إلى أوساط حاوية على مركبات غذائية تحتاجها البكتيريا. تنمو البكتيريا بصورة جدا بطيئة في الأوساط اللي نقول عليها الريجد ميديا، الأوساط الإغنائية اللي حاوية على مواد غذائية مناسبة لنمو البكتيريا. كاتاليز بوزيتيف يعني البكتيريا لها القابلية على تحطيم الـ H2O2 وتحرير غاز الأكسجين والماء. الـ infection caused by Coronibacterium، الإصابات اللي ممكن تحدث بواسطة الكورانيبكتيريوم دفتريا. كورانيبكتيريوم دفتريا كوز الدفتريا، هاي البكتيريا تسبب مرض يدعى بالدفتريا اللي هو الخناق. other كورانيبكتيريوم species اللي تكون non pathogenic تعرف بالدفترويد، ممكن أن تكون إصاباتها opportunistic infection، إصابات انتهازية، يعني هي موجودة كنورمال فلورا بجسم الإنسان، لكن عندما يكون تثبيط مناعي أو الجسم يتعرض إلى سترس اختلال بالهرمونات، هذا يؤدي إلى تشجيع هذا النوع من البكتيريا واستغلال الضعف المناعي، بالتالي تتحول البكتيريا من نورمال فلورا إلى باثوجين أو opportunistic بكتيريا. الدفتريا ممكن تكون أعراضها مستمرة وتظهر بصورة سريعة، أقول عليها أكيوت، اللي هي الأمراض اللي تكون إصاباتها أو البكتيريا تكون إصاباتها حادة، الأعراض تظهر بصورة سريعة. أيضا نلاحظ أن البكتيريا تضعف بصورة سريعة. أيضا ممكن تكون contiguous infection، يعني إصابة لها القابلية على الانتشار بصورة شاسعة بعدة طرق، واحدة من أهمها هي الإيروسول، يعني الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب. أيضا الإصابة تتميز pseudomembrane of dyed epithelial cell، تتميز الإصابة بوجود غشاء كاذب يحيط ممكن منطقة التونسول، يبطن الإبيثيليال الخلايا الضلعية، وأيضا يكون حاوي على white blood cell كريات دم بيضاء، حاوي على كريات دم حمراء، أيضا حاوي على الفايبرين، بالتالي هذا كله راح يكون غشاء يبطن التونسل اللوزتين، وأيضا الثروت منطقة الحلق. هذا ما يعرف بالسيدو ممبرين. ممكن ترافق الدفتيرويد أو السيدو ممبرين عدة علامات مرضية أو عدة تعقيدات، واحدة منها هي الإكستنشن أوف ممبرين، هذا الغشاء اللي يتكون بمنطقة الثروت وأيضا بمنطقة التونسل
ممكن يمتد إلى اللارينكس، ممكن يمتد إلى الحنجرة التراكية والقصبات الهوائية. أيضا راح يسبب إعاقة للمجاري التنفسية أو ما يعرف بالإيرواي أوبستراكشن، إعاقة في المجاري التنفسية أو القصبات الهوائية. أيضا ممكن يكون عندنا إصابات بالقلب، نقول عليها المايوكاردييتس، يعني التهاب بعضلة القلب، هي أحد التعقيدات أو أحد الحالات اللي ممكن ترافق عملية أو إصابات الدفترويد، إصابات الخناق. هذا يؤدي إلى سيركولتري كولابس، يعني إعاقة بالمجاري الدموية أو إعاقة بمجرى الدم، مما يؤدي إلى خفقان في القلب. أيضا ممكن تكون إصاباتها بالنيورون أو بالنيرف بالأعصاب، تؤدي إلى النيرف ويكنس، ضعف بالأعصاب، أو نقول عليها بارالايسس، هي الشلل، خصوصا بالكرانيال نيرف، الأعصاب القحفية. الشلل اللي ممكن يصير بالأنسجة أو اللي يصير بالعضلات، يصير بالسوفت بليت، نقول عليها اللهات، بالفارينكس، بالمنطقة الفارينجيال أو البلعوم، ممكن تقود إلى regeneration of fluid، يعني استرجاع أو عملية صعوبة بلع السوائل أو خروج السوائل عن طريق الناوز الأنف. ممكن يكون عندنا partial neuritis affects the muscle of the extremities also occur، ممكن يكون التهاب أو تأثير على الأعصاب المحيطة بالعضلات. طبعا هاي الباثوجينيسيتي الإمراضية اللي تعود إلى السم اللي تفرزه البكتيريا أو عوامل الضراوة اللي تمتلكها البكتيريا. نلاحظ الصورة اللي أمامكم، هي عبارة عن فم يظهر لنا السيدومامبرين كولايتس، هذا الغشاء اللي يبطن التونسل، نشوفها على جانب اللوزتين، وأيضا الباك أوف ثروت، مقدمة الحلق، وهذا السيدومامبرين ممكن يمتد لللارينكس إلى المريء، أيضا للتراكيا والقصبة الهوائية، ويسبب إعاقة للمجاري التنفسية. المود اوف ترانسميشن، طريقة الانتقال. الكوراني بكتيريوم ديفثيريا هي أحد البكتيريا اللي ممكن تصيب الريسبارتر تراكت، الجهاز التنفسي، وعدها عدة مسارات للدخول والكولونيزيشن واستعمار المجرى التنفسي والجزء الأعلى والجزء الأسفل من الريسبارتر تراكت، من القناة التنفسية. واحدة من أهم الطرق اللي ممكن تنتقل بها الكوراني بكتيريوم ديفثيريا هي الدروبلت، عن طريق القطرات اللي ممكن تتطاير من الشخص المصاب إلى الشخص الغير مصاب. أيضا ممكن أنه تنتقل عن طريق الاتصال الملامس بالشخص المصاب، عن طريق infected cutaneous lesion، ممكن تصير تقرحات على الجلد ويصير direct contact، اتصال مباشر مع الشخص المصاب، فأيضا راح تكون مسار لانتقال العدوى هي cutaneous lesion. ممكن أن تنتقل الإصابة عن طريق sharing أو مشاركة الأشياء مع الأشخاص المصاب، مثل استخدام المناديل الورقية اللي ممكن يستخدمها الشخص المريض، واللي تكون ممكن حاوي على رذاذ أو قطاس أو سعال أو الميوكس سكريشن، الفرازات المخاطية من الأنف الشخص المصاب، أيضا ممكن تكون وسيلة لانتقال العدوى.
الفيريولنس فاكتور، عوامل الضراوة اللي ممكن تمتلكها البكتيريا. البكتيريا تمتلك باللص اللي هي نقول عليها الأهلاب اللي تساعد البكتيريا بالإدهيجن of the Corynebacterium to the human pharyngeal epithelium. يعني البلس هي أحد عوامل الضراوة اللي تساعد البكتيريا بالالتصاق بالأغشية الطلائية المبطنة للتارجت سايت للهدف الخاص بالبكتيريا هو الفارينجيال تراكت. وممكن أيضا البكتيريا تتصل أو تدخل عن طريق السكن والجينيتال تراكت وأيضا عن طريق العين. الهيمولايسين عبارة عن إنزيم إلى قابلية على تحليل جدار كريات الدم الحمراء. الديرمونيكروتيك توكسين أو ما يعرف بالفوسفولايبيز. الفوسفولايبيز إنكريز الفازاكولار فيرمابوليتي، يزيد من نفاذية الأوعية الدموية، بالتالي يسمح للبكتيريا بالانتشار خلال الأنسجة الخاصة بالنازوفارينجيال أريا، منطقة الأنف أو المتصلة بالفارينكس البلهو، ويساهم بانتشار البكتيريا إلى أعضاء مختلفة من جسم الإنسان عن طريق إذابة الفوسفوليبيد اللي هو جزء مكون للسيل وول والسيل ممبرين الخاص بالأنسجة، بالتالي يسمح للبكتيريا بالانتشار بين الأنسجة. أهم عامل ضراوة ممكن تمتلكه البكتيريا هو الإكزوتوكسين هو الدفتيريا توكسين المعرف بالأي بي إكزوتوكسين. إحنا نعرف أو محاضرة سابقة وضحنا مكونات الإكزوتوكسين اللي هو مكون من A and B. B هي البايندينج يونت أوف توكسين، الجزء اللي له القابلية على الارتباط به، ريسبتر موجود على النسيج ويسمح بدخول الأكتيف يونت اللي هي الأي اللي هي التوكسيك أكتيف الفعالية أو الخاصة بالفعالية السمية، يسمح لها بالدخول خلال المستقبلات، بالتالي عرفها بالأي بي إكزوتوكسين. السم الخاص بالكوراني بكتيريوم دفتريا إلى تأثير كبير على تثبيط عملية تصنيع البروتين اللي تحتاجها الخلية الخاصة بالهوست اللي هو الهيومن، بالتالي الخلية راح تفقد قابليتها على تصنيع البروتين وما يؤدي إلى موت الخلية. تشخيص المختبري للكوراني بكتيريوم ديفتيريا، إحنا الإصابة مالتنا راح تكون بالريسبارتر تراكت بالجهاز التنفسي سواء الأبر ريسبارتر تراكت أو اللور ريسبارتر تراكت، يعني الجزء الأعلى أو الجزء الأسفل من القناة التنفسية. أيضا ممكن راح تكون عندنا إصابات عن طريق العين، إصابات عن طريق الميوكس ممبرين أو الجدار المخاطي المبطن للأنف، وعن طريق الكاتينوس اللي هي إصابات جلدية، فالعينة راح تتبع منطقة الإصابة. بعد ما تم جمع العينة أقدر أشخصها باستخدام المجهر وأيضا أقدر أشخصها باستخدام الكلتشرينج. باستخدام المجهر راح تعرف بالمايكروسكوبيك إكزامينيشن فحص مجهري. ممكن نصبغ البكتيريا باستخدام الميثيلين بلو اللي هي تعرف بالسمبل ستين حتى أكشف عن الميتاكروماتيك جرانيو الحبيبات اللي تتواجد في أطراف جسم البكتيريا، راح نلاحظها بالصورة. لاحظ الصورة اللي أمامكم.
هذه مستخدمين فقط سمبوستين، يعني صبغة واحدة اللي هي الميثيلين بلو اللي لونها بنفسجي، راح تظهر لي الانتفاخات اللي موجودة بأطراف البكتيريا. ولاحظ شكل البكتيريا تكون بيلومورفيك متعددة الأشكال، ممكن تكون كيرف، ممكن تكون سترايد، وهنا نشوفها كيرف، ممكن تتخذ شكل الواي، ممكن تتخذ شكل الاي أو التشاينيز لتر الأحرف الصينية. أيضا البكتيريا أقدر أصبغها بجرامستين، ألاحظها جرام بوزيتيف، موجب الصبغة جرام ومتعددة الأشكال. الصورة عندنا تظهر لنا الجرامستين، البكتيريا لونها بنفسجي، ماخذة صبغة الكريستال فيوليت، وأيضا الشكل مالتها راح يكون متعدد. ممكن استخدم specific أو differential stain، هي تعرف بالألبرت stain. ألبرت stain هي صبغة تستخدم للكشف عن الميتاكروماتيك جرانيول، حبيبات أو الانكلوجين بودي اللي متواجدة في أطراف جسم الكوراني بكتيريوم ديفثيريا. نلاحظها أنه البكتيريا تصبغ باللون الأخضر، أما الميتاكروماتيك جرانيول الحبيبات راح تصبغ باللون الأحمر. لاحظ شكل البكتيريا، وأيضا هذا الجرانيول أو الميتاكروماتيك جرانيول باللون الأحمر، أما جسم البكتيريا المغزلي يظهر باللون الأخضر. هذه الصبغة تعرف بالألبرت ستين. كلتشرينج، نقدر نزرع البكتيريا على البلود أجر على وسط الدم. لاحظ لون المستعمرات راح يكون لون جراي، اللون البني. أيضا راح تكون المستعمرات ترانسلوكنت، يعني مستعمرات شفافة أو كلير جدا واضحة، مائلة إلى اللون الأبيض. بعض الأحيان راح تكون المستعمرات معتمة، وبعض الأحيان راح نلاحظها محلل للدم من نوع تحلل كامل بيتا هيمولايسيس. لكن ليس دائما إنه البكتيريا محللة للدم، إذا نقول maybe بيتا هيمولايسيس، ربما البكتيريا تكون محللة للدم من النوع الكامل. هذا البلود أجار اللي هو يعتبر differential وأيضا يعتبر rich medium. البكتيريا أقدر أزرعها على أوساط تكون selective خاصة بالكوراني بكتيريا. عندنا وسطين اللي هم مستخدمينهم التولريت أجار، التولريت أجار واللوفلر سلانت. الوسطين يعتبرون سيلكتيف ميديا، وسط انتقائي للكوراني بكتيريا. بالنسبة للتولريت أجار يحتوي على أملاح تدعى أملاح التولوريوم. البكتيريا لها القابلية على اختزال التولوريوم اللي موجود بالوسط، بالتالي راح تعطيني مستعمرات لونها أسود. لاحظ الطبق اللي أمامكم أنه التولوريت يختزل إلى تولوريوم يترسب بشكل حبيبات أو بشكل صبغة سوداء على المستعمرات. الوسط الثاني اللي هو يعتبر أيضا سيلكتيف ميديا هو اللوفلر سلانت. اللوفلر سلانت الوسط لون الملكي، يعني حليبي أو كريمي، لون كريمي. البكتيريا راح نلاحظها تنمو أيضا بلون كريمي لكن أغمق من لون الوسط. أيضا الميتاكروماتيك جرانيول ممكن ناخذ عينة من التولريت ميديا ونكشف عن الميتاكروماتيك جرانيول بتصبيغ العينة باستخدام الميثيلين بلو. هذا كل ما يخص محاضرتنا للكوراني بكتيريوم ديفثيريا. إن شاء الله المحاضرة تكون واضحة، تكون بسيطة،
إن شاء الله نشرحها لكم بصورة أوسع وتكون سهلة عليكم. شكراً لكم، نلتقي إن شاء الله بمحاضرة جديدة من محاضرات الأحياء المجهرية.